الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. البلوغ لدى الإناث والذكور، مراحله والتغيرات المرافقة. البلوغ هو تلك المرحلة التي تشير إلى حدوث مجموعة من التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ على جسم الطفل ليصبح بالغاً راشداً قادراً على التكاثر. وتترافق هذه المرحلة مع العديد من الأسئلة التي تلح على الإناث والذكور حين ملاحظة التغيرات. وهنا على الأهل أن يقوموا بتجهيز أبنائهم جيداً لهذه المرحلة والإجابة على أسئلتهم، وعدم تركهم عرضة للمعلومات الخاطئة التي قد يتلقونها في أوساطهم الاجتماعية كالزملاء في المدرسة مثلاً. غالباً ما تبلغ الإناث في عمر 8 إلى 14 سنة ووسطياً بعمر 11 سنة، وبذلك يبلغون قبل الذكور الذين يبلغون بين 9 و14 من عمرهم ووسطياً بعمر 12 سنة. التغيرات الهرمونية العصبية. إن عملية البلوغ هي عملية ناجمة عن التناغم في عمل عدة أعضاء هامة في الجسم والاتساق ما بين عمل هرمونات الوطاء والغدة النخامية والغدة الجنسية، ألا وهي الخصيتين عند الذكور والمبيضين عند الإناث، كما وتلعب الغدة الكظرية دوراً هاماً في إنتاج الهرمونات الجنسية. بالنسبة للذكور، فإن الهرمون الجنسي الأساسي هو الأندروجين أو ما يدعى بالتستوستيرون، ويتم إنتاج كميات ضئيلة لاحقاً من هرمون الأستروجين وهو الهرمون الأنثوي في نسج الجسم خاصة النسيج الشحمي. على الرغم من أن مظاهر البلوغ عند الذكور تظهر بعد الإناث بحوالي سنة غالباً والتغيرات تكون أبطأ عندهم وتأخذ فترة أطول، بالإضافة إلى أن الهرمونات الأنثوية تساهم بشكل مباشر في غلق مشاش العظم، فإن كل هذه العوامل تساعد على جعل مشاشات العظم تغلق بشكل متأخر وتمنح الذكر طولاً أكثر من الأنثى. تعد هرمونات النضج الجنسي لدى الإناث أكثر تعقيداً من الذكور، فالهرمونات المنشطة الأساسية لدى الإناث هي التستوستيرون والأستروجين والبروجستيرون وكذلك البرولاكتين الذي يلعب دوراً فسيولوجياً هاماً في مرحلة البلوغ. يبدأ توليد الهرمونات المنشطة التناسلية لدى الإناث بإنتاج هرمون التستوستيرون، ولكنه سرعان ما يتحول إلى أستروجين داخل المبايض، حيث يبدأ تحول التستوستيرون إلى أستروجين بقيادة هرمونات الغدة النخامية FSH وLH خلال فترة مبكرة من البلوغ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تباين بين أنماط نمو العلامات الجنسية الثانوية. إن إنتاج البروجستيرون في المبيضين يبدأ مع تطور دورة مبيضية، ألا وهي الدورة الشهرية لدى الإناث. قبل البلوغ يتم إنتاج مستويات منخفضة من البروجستيرون في الغدة الكظرية لدى الإناث والذكور. مراحل البلوغ. مرحلة البلوغ لدى الأنثى. عادة ما تبدأ مرحلة البلوغ لدى الأنثى بين سن 8 إلى 14 عاماً. تبلغ بعض الفتيات اللواتي يعانين من السمنة في وقت مبكر، بينما يتأخر البلوغ لدى الفتيات النحيفات واللواتي يمارسن التمرينات الرياضية بشكل مستمر. في هذه المرحلة يتحول جسم الفتاة إلى جسم امرأة بشكل تدريجي، حيث يصبح قادراً على إطلاق الهرمونات لتحفيز المبيضين على بدء إنتاج هرمون الأستروجين. في حال بلغت الأنثى 15 عاماً من عمرها وكان نمو الثديين واضحاً ولم يحدث لديها طمث، وكذلك إذا لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ في عمر 14، فإن عليها مراجعة الطبيب للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. التغيرات التي تطرأ على الأنثى في مرحلة البلوغ. العلامات الأساسية. إن تسلسل العلامات الدالة على البلوغ هي كالتالي: تبرم الثديين، ثم ظهور شعر العانة، ظهور شعر الإبط، وحدوث النزيف وأول دورة شهرية. حدوث الطمث لأول مرة. يحدث الطمث لأول مرة لدى معظم الفتيات في سن 12 إلى 13 بعد نمو الثديين. يحدث في الأيام الثلاثة الأولى نسف غزير، وبعد يومين أو 4 أيام يصبح النسف أقل حسب طبيعة كل فتاة. تحدث آلام الطمث نتيجة انقباض عضلات الرحم عند الإنتاج المتزايد للهرمونات أثنائها. سنتكلم بشكل تفصيلي عن الطمث من الناحية النفسية والفسيولوجية لاحقا. شكل الجسم. ازدياد الطول والوزن.
يبدأ ذلك في سن 9، يحدث ذلك قبل 6 أشهر من البلوغ، حيث تبدأ الأطراف بالنمو أولاً ثم ينمو بعدها الجذع. تكتسب بعض الفتيات الوزن حيث تزداد دهون الجسم على الذراعين والفخذين والجزء العلوي من الظهر، وتصبح منطقة الخصر أضيق. نمو الثديين. يعد نمو الثديين مؤشراً مبكراً لبلوغ الأنثى. من الممكن أن يحدث قبل سن 9 لبعض الفتيات، بينما يتأخر لدى الأخريات، ويستمر الثديان بالنمو حتى سن 17 إلى 18 أو ربما حتى سن 20. تبدلات الأشعار. ظهور الشعر في عدة مناطق من الجسم ضمن هذه المرحلة. أيضاً يبدأ نمو الشعر في عدة مناطق من الجسم كالإبط والعانة، وقد يظهر بشكل كثيف وقاتم على الذراعين والفخذين. من الممكن أن يظهر القليل من الشعر فوق الشفة العليا. أما في حال ظهور الشعر في الذقن أو الصدر، فيجب عليك مراجعة الطبيب، فقد يكون هناك خلل هرموني ما. مفرزات الجسم. الإفرازات المهبلية. في هذه المرحلة تلاحظ الأنثى وجود سائل أبيض لزج، يحافظ هذا السائل على رطوبة المهبل ونظافته، وتصبح هذه المفرزات أكثر سماكة ولزوجة خلال فترة الطم. تحتوي هذه المفرزات على رائحة طفيفة، ولكن في حال كانت الرائحة قوية أو لوحظ تغير في لونها لأصفر قاتم أو أصبح مخضرا أو سبب وجودها حكة وتهيجا، ففي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب، فربما يكون لديك التهابات مهبلية. رائحة الجسم يحب الشباب. إن ارتفاع مستويات الأندروجين تغير من نسبة الأحماض الدهنية التي تدخل في تركيب العرق، مما يؤدي إلى ظهور رائحة جسم قوية. أما بالنسبة للفتيات، فإن للأندروجين تأثير آخر، ألا وهو حدوث إفراز متزايد لمادة الزهم، وهي مادة شحمية تفرز من الجلد الناتج عن كميات متغيرة من حب الشباب. لا يمكن الحد من ظهوره أو القضاء عليه بسهولة، ولكنه عادة ما يقل بشكل كامل عند انتهاء البلوغ. بطبيعة الحال، إن ظهور حب الشباب لدى البالغين هو نوبة عرضية لجسم قد اكتمل نموه، تكون هذه النوبة للبالغين أقل حدث من المراهقين. يرغب بعض الشباب باستخدام المراهم والوصفات الطبية للحد من انتشاره. يعود ذلك في حقيقة الأمر إلى الصعوبات النفسية والعاطفية، إضافة إلى ما قد يسببه من ندبات شكلية. التغيرات الجسمانية عند الذكور. العلامات الأساسية. إن أول علامة للبلوغ عند الذكور هي زيادة حجم الخصيتين حوالي سنة قبل البلوغ، ويستمر الحجم بالزيادة حتى يصل إلى ما يقارب أكبر حجم له حوالي السنة 6 بعد البلوغ. العلامة الثانية هي زيادة طول القضيب ومن ثم زيادة عرضه. وظيفة الخصة الأساسية هي إنتاج هرمونات الذكورة التستوستيرون وإنتاج النطاف. خلال مرحلة البلوغ، فإن كيس الصفن عند الذكور سوف يصبح أكبر في الحجم وسيهبط إلى الأسفل مبتعداً عن الجسم، لأن الوظيفة الأساسية له هي إبقاء الخصيتين أبرد من درجة حرارة الجسم، وذلك من أجل إنتاج النطاف. تبدلات الأشعار. شعر العانة. يبدأ شعر العانة بالظهور بعد فترة قليلة من بدء كبر حجم الأعضاء التناسلية. يبدأ الشعر بالظهور بشكل قليل ويستمر بالانتشار حتى يملأ منطقة المثلث العاني، ويصل إلى الشكل البالغ حيث يصل إلى الفخذين وباتجاه السرة. شعر الجسم وشعر الوجه. خلال الفترة ما بعد ظهور شعر العانة من عدة شهور وحتى سنوات لاحقاً، يبدأ ظهور الشعر في أماكن الجلد التي تستجيب إلى هرمونات الذكورة، والتي تشمل شعر الإبط، شعر الشارب وشعر السالفين، شعر الذقن، الشعر حول هالة الثدي. أما بالنسبة لشعر الجسم واليدين والقدمين والظهر، فتصبح أكثر كثافة بالتدريج، وهناك تفاوت كبير في درجات الشعرانية عند الذكور ويختلف ما بين الأعراق. تغيرات الصوت وتفاحة آدم. تسبب الأندروجينات نمو الحنجرة والحبال الصوتية لدى الجنسين، ويكون هذا النمو واضحا بشكل أكبر لدى الذكور، مسببا زيادة وثخانة وعمقا في الصوت لديهم، وتسبق هذه العلامة ظهور شعر الوجه بعدة شهور إلى سنوات. شكل الجسم والعضلات. عند نهاية البلوغ لدى الذكور تكون العظام أثقل، إضافة لنمو الهيكل العضلي إلى الضعف،
بعض العظام تنمو بشكل غير متناسق مثل عظام الفك والكتف. بالنتيجة يلاحظ وجود اختلاف كبير في الشكل بين الذكور والإناث. يبلغ معدل كتلة الجسم النحيل لدى الرجال 150% مقارنة بالنساء، بينما تبلغ نسبة دهون الجسم لديهم نحو 50%. تتطور العضلة بشكل أساسي خلال الأطوار النهائية من البلوغ، كما يستمر نمو العضلة حتى بعد اكتمال البلوغ البيولوجي. هذا النمو يبلغ القمة أو ما يدعى بشبة القوة حوالي سنة واحدة بعد مرور الذكر بذروة النمو الطبيعي لديه. يتطور نمو العضلات بشكل رئيسي ضمن مراحل لاحقة من البلوغ، ويمكن أن يستمر نمو العضلات حتى بعد اكتمال نمو الجسم بيولوجياً. التثدي عند الذكور يحدث عند نسبة من الذكور وغالباً حوالي سن 13 من العمر ظهور كتلة في الثدي أو ما يدعى بالتثدي. قد يكون في جانب وحيد أو في الجانبين، وهذا أمر طبيعي ويتراجع بشكل عفوي. غالباً ما تتوضع طبقات دهون ضمن نسيج الثدي والحلمتين لدى الرجال خلال مرحلة البلوغ، وأحياناً يحدث ذلك في ثدي واحد بشكل خاص. عندما يصبح أكثر وضوحاً يسمى بظاهرة التثدي، وهي عبارة عن ظاهرة مؤقتة. رائحة الجسم وحب الشباب. حب الشباب، الرؤوس البيضاء، الرؤوس السوداء والبثور جميعها تنتج عن ارتفاع في الهرمونات. متى يحدث البلوغ؟ تعريف بدء البلوغ يعتمد على عدة عوامل، منها الفيزيائية ومنها العصبية والهرمونية، وخاصة تغيرات وظائف الأعضاء التناسلية. يتغير سن بدء البلوغ بين الأشخاص، ويتراوح عادة ما بين سن 9 إلى 14 سنة ووسطيا 12 سنة، ويتأثر هذا العمر بعوامل جينية وبيئية كحالة التغذية والظروف الاجتماعية والعرق. بعد سن 14 عند الإناث وسن 15 عند الذكور، فإن عدم ظهور آثار البلوغ حالة تستحق المراجعة الطبية، وتتراوح أسباب تأخر البلوغ بين عدة حالات طبية، أهمها نقص الحافات الجنسية المفرزة من النخام والإضطرابات الصغية والوراثية. مرفق صورة لمقياس تانر الذي يعتمد لتحديد مرحلة البلوغ عند الإناث والذكور. العوامل المؤثرة على البلوغ: 1- الانزياح التاريخي. إن السن المتوسط للبلوغ هبط بشكل ملحوظ منذ القرن 18، وأطلق الدكتور تانر على هذه الظاهرة اسم The Secular Trend، حيث لوحظ وجود هبوط السن الوسطي للبلوغ لدى الإناث. يعتقد العلماء أن هذه الظاهرة مرتبطة بالبدانة والتعرض للمواد الكيماوية في الأغذية، وهذا ما يعرض الفتيات ذوات البلوغ المبكر إلى خطر أعلى من حدوث سرطان الثدي. 2- تأثير التغذية. إن العوامل الغذائية هي العوامل البيئية الأكثر تأثيراً على وقت البلوغ، وتكون الحساسية للتدخل الغذائي أعلى عند الفتيات، حيث يجب أن يحصلن على جميع العوامل الغذائية الكافية عند الحمل من أجل الجنين. الحريرات الزائدة عن حاجة الجسم للنمو والنشاطات يتم تخزينها في شحوم الجسم، وهذا ما سيبعث برسالة إلى الدماغ أن الجسم يملك الموارد الكافية لبدء عملية البلوغ والإخصاب. معظم الدلائل تشير إلى أنه في القرون الأخيرة، فإن اختلاف المواد الغذائية كان مسؤولاً عن التغير في توقيت بدء البلوغ عند التعدادات السكانية المختلفة، وحتى بين الطبقات الاجتماعية في التعداد السكاني نفسه. إن زيادة البدانة عند الأطفال أدت إلى هبوط سن بدء البلوغ، وعلى الرغم من أن زيادة الحريرات تلعب الدور الأساسي في التأثير على البلوغ، فإن نوع الطعام الذي يتناوله الأطفال يؤثر أيضاً، حيث أن الحمية الغنية بالألياف لدى النباتيين ترتبط ببطء عملية البلوغ وتأخرها عند الإناث. تأثير البدانة والتمارين. ربط العلماء بين البلوغ المبكر والبدانة عند الإناث، حيث كانت السبب في ظهور برعم الثدي قبل سن 9 من العمر وحدوث دورة التغذية قبل السنة 12 من العمر، الأمر الذي قد يؤهب إلى مشاكل صحية لاحقة عندهن. يقوم النسيج الشحمي بإنتاج بروتين يدعى اللبتين، حيث يستهدف هذا الهرمون الهايبوثالاموس، ويقوم بإخبار الدماغ بكمية الشحم في الجسم للتحكم بالشهية واستقلاب الطاقة.
وهو الهرمون الذي يلعب دورا تعزيزيا هاما في البلوغ لدى الأنثى ويسبب لنا حدوث البلوغ المبكر.